غادي نكملوا مع الجزء الخاص بلي ميثود ماجيك في لا بي او او في البي اش بي. دونك كما قلنا ان في لو لونغاج بي اش بي حتى هو فيه مجموعه ديال لي ميثود اللي كيتسموا دي ميثود ماجيك. لي ميثود ماجيك في الكتابه ديالهم كيبداو بجوج ديال لي اندرسكور بحال في بيتون، غير في بيتون كيبداو وكيساليو بها، اما في البي اش بي غير كيبداو بها فقط. وهاد لي ميثود ماجيك علاش مسميين ماجيك؟ حيت كي يكون لابيل ديالهم كيفاش غنستخدموهم كتكون بطريقه مختلفه على لي ميثود العاديين. حنا كنعرفوا اننا الا ديفينينا غير فانكشن عاديه كنعيطوا ليها بسميتها، اما لي ميثود اللي كيتسموا ميثود ماجيك فلابيل ديالهم كيوقع بطريقه مختلفه، كيقدر ميم يوقع اوتوماتيكمون على حساب شي حاله معينه. وحنا اكتشفنا في الجزء الاول واحد جوج ديال لي ميثود ماجيك مهمين اللي هما الكونستراكت الكونستركتور و ديستركتور. نشوفهم هنا في الجزء الاول ديال بي او اون بي اش بي، اخر حاجه سالينا بها قبل ما نخدمو تي بي، هما هاد جوج اللي هما الكونستركتور اللي قلنا الدور ديالو هو انه نكرييو اوبجي نقدروا انيسياليزيوه، هو فانكشن كتسمى كونستراكت ولكن يعني كتكتب الخدمه ديال كلها، غير هي في لابيل ديالها كيوقع اون فوا كتبغي تكري اوبجي، يعني كدير نيو كتعيط السميه ديال الكلاس ما كتعيطش الكونستراكت. ملي كتعيط سميه الكلاس هو اوتوماتيكمون بحال عيطت الكونستراكت. شتو علاش سميتها ماجيك؟ لا ميم شوز بالنسبه للعمليه العكسيه اللي هي الديستراكت او لا ديستركتور اللي هو الهدف ديالو انه يقتل واحد الاوبجي، فهي حتى هي ميثود اولا نقدروا نزيدوها في لا كلاس ديالنا. كما عرفنا بان لي ميثود هما سون دي فانكشن، دونك ميثود ماجيك غتبدا بهذيك دو اندرسكور وتتخدمها عاديه، ولكن لابيل ديالها امتى تيوقع؟ لابيل ديالها كيوقع في لافان ديال لاباج اللي تكري فيها هذاك لوبجي، كيوقع اوتوماتيك. وقلنا بان كاينين دوطخ ميثود ماجيك، وهذا هو الدور ديال هاد الكور هذا اليوم، اننا بغينا نتعرفوا على بعض لي ميثود ماجيك اللي كاينين عندنا في وسط اللي داخليننا في لو بروغرام. مثلا كاينه واحد لا ميثود ماجيك اللي مزيانه خصنا نتعرفوا عليها اللي هي لا ميثود كال، نبداو بها هي الاولى. دونك غادي نحاولوا نديروا واحد المثال باش نفهموا. هنا حنا عاطين التعريف ديالها ولا سينتاكس، هي الا فهمنا ميثود وحده ماجيك الاخرين كيمشيو بنفس الفكره، كتولي تشوف غير الاختلاف. دونك هنا شنو كيقولوا لينا في هاد الكال هادي؟ كيقولك سي تي ميثود اللي غادي تكون انفوكي طوليها فاش كيوقع لابيل ديال لي ميثود اللي كيكونوا اناكسيسيبل او لا انيكزيستانت، يعني ملي تتكون انت بالغلط او لا عن قصد عيطت لشي ميثود عن طريق واحد الاوبجي وهذيك لا ميثود اصلا ما تعرفاتش في الكلاس، ما كايناش في لا كلاس، ولا اناكسيسيبل يعني هي برايفت وانت معيط ليها من بلوبجي ما عندكش الحق، هذيك الساعه راه كيوقع لابيل لهاد الفانكشن كول وكيوقع يعني الخدمه ديال كول. شوف انت شنو دير ليها في الخدمه ديالها. دونك هنا دابا الا غادي نحاولوا نعطيو اكزامبل جو سيبوز اوكي، دونك غندير كونترول ان وندير ان اوتر اكزامبل كونترول اس نمشيو بي اش بي. لا نورمالمون غادي نسوف كارديو هنا. نديرو تيست كال بوان بي اش بي نحطو في اللوكال هوست عندي. دونك جو سيبوز كو جي اون كلاس، بعدا غادي نديفيني لو كود بي اش بي. دونك نديرو بي اش بي بحال هكا عادي نسدو فوسط لو كود بي اش بي، غادي نديفينيو اون كلاس سامبل مثلا نديرو كلاس بيرسون. غادي نحلو لي زاكولاد نبداو خدامين فلا كلاس بيرسون، ديكلاري فقط واحد الاتريبيو نعطيه برايفت. كي قلنا نقدروا نعطيو لو تيب هنا نقول دولار سميتو اين يا نسينا حتى دولار كيفاش
دولار غادي ندير نسميه مثلا نون بوان فيغكول صافي نديرها كلاس خاوية ولا نزيد ليها واحد فانكشن واخا ندير ليها واحد لا ميثود فانكشن نديرو ليها مثلا هلو هاد الفانكشن هادي ملي كنعيطو لها بيان سور انا جي اوبليي الفيزيبيليتي نعطيها بابليك ملي نعيط ليها غنقولها تو سامبلومون انها تافيشي ليا دونك ايكو بونجور كوم سا. دابا الى خرجنا من لا كلاس ديالنا وبغينا نكريو ان اوبجي بي اه دونك نديرو دولار بي ان ايغال غنستخدمو نيو وكنعيط بسميت الكلاس بيرسون وكتعطيه لي بارامتر اللي عندك. انت هنايا انا ما صاوبش كونستركتور دونك غنخليه خاوي غنعطيه خاوي حيت ما عنديش الكونستركتور ما صاوبتوش. اذا بي ان تكري كاوبجي من لا كلاس بيرسون ولكن راه خاوي بدون معلومات. دابا غادي نحاول هاد بي ان هذا الا بغى يعيط دونك كنديروا هاد تيغي اكبر وكيعيط لي ميثود او لاي حاجه كاينه في وسط لا كلاس بوبليك. مثلا الا بغى يعيط لينا لهاد الفانكشن اللي صاوبنا مرحبا يقدر يعيط لها ما كاين حتى مشكل ياك. الا دابا مشينا جربنا نلونسي بعدا لوكال هوست اوكي دونك غنجيو لهنا ونديرو ليه لوكال هوست مون سيت تيست كال وان بي اش بي فوالا هاي طلعت لينا بونجور عادي. مي نفترض اننا مشينا بالخطا مثلا ما ديفينيناش واحد الفانكشن نهائيا اصلا اون ميثود اللي سميتها هلو ما كايناش عندي في هاد لا كلاس بيرسون. دابا شنو غيوقع في نظركم فينا السطر اللي غيكون فيه مشكل؟ 10 سطر 10 شنو المشكل اللي فيه؟ مكيناش هلو مكيناش ميثود سميتها دونك حنا معيطين لواحد لا ميثود كتسمى اون ميثود ان اكزيستونت. لا ميثود ما كايناش. ملي غنجي نجرب اف 5 ولا المهم نجيو هنايا لاكتواليزيو شتي كتعطى لينا واحد الايرور الايرور كتقول لنا فاتال ايرور كال كتعير تو انديفايند ميثود كتعيط لواحد لا ميثود انديفيني ما كايناش في لا كلاس بيرسون. هنايا ملي كيبغي يجيب لك شي حاجه من لا كلاس راه كيدير دو بوين دو بوين. دونك بغيتي تعيط قال لك لواحد لا ميثود هلو اللي كتعتقد انها كاينه في لا كلاس بيرسون للاسف هي الي انديفيني وهذا خطا كبير غير مقبول. دابا هاد الكود هذا اللي افيشا راه نورمالمون بحال وقع لابيل ديال الفانكشن اولا ديال لا ميثود ماجيك كال حيت لا ميثود ماجيك كال كيتعيط ليها ملي كيوقع هاد النوع ديال الاخطاء ديال انك معيط لشي حاجه ما كايناش في لا كلاس. الا انت ما عجبكش هذاك لو ميساج وبغيتي انك تبيرسوناليزي غادي تحتاج انك ديفيني لا ميثود كال عندك دونك دير فانكشن او تعيط ليها. هي نورمالمون لا ميثود كال كيكون فيها جوج ديال لي بارامتر كتكون فيها الاولى هي الاسم ديال لا ميثود اللي معيط ليها والثانيه نورمالمون هي لي بارامتر ديالها. هلك هذا لا سينتاكس ديالها حنا رجعنا للكور هيا لا سينتاكس ديالها كنحطو فيها واحد شين دو كاركتير اللي هو الاسم ومن بعد واحد الحاجه اللي هي عباره على لي بارامتر ديال ديك لا ميثود. هنا تدير لو ميساج اولا الخدمه اللي بغيتيها دير هاد ايكو هاد الكال العوض ما تخدم لك هذيك فاتال ايرور وداك لو ميساج. هنا مثلا غنقول ليه اتونسيون لا ميثود نعطيه كاع سميتها مثلا دولار ميثود نيكزيست با بحال هكا نشوفو كونترول اس ونمشيو لهنا ونعاود نتيست فوالا. دونك كما كتشوفوا دابا فاش كاين عندي هذا الخطا هذا من نوع انني معيط واحد فانكشن هو غيجيب لي فانك سميتها من البارامتر اللي درناه سميناه ميثود
عوض ما تبقى تعطاني فاتال ايرور واحد الميساج لي غير مفهوم بالنسبه لليوزاتور، انا كديفلوبور وليت نقدر نغوديفيني هذاك لو ميساج ديال هاد النوع من الاخطاء باش بلا كرياسيون ديال اون ميثود لي سميتها كال فوس لا كلاس ديالي. دونك هذا هو الحاله الاولى اللي كيوقع فيها لابيل ديال هاد لا ميثود، ولا كنستافدو من هاد لا ميثود ماجيك كال بيان سور كنستافدو منها في الحاله الا كنا حنا اصلا معرفينها فوس لا كلاس ديالنا. كاين يعني حاله اخرى اللي هي هاد المره تكون مسامدي فيني لا ميثود ولكن ما عطيهاش لاكسيسيبيليتي لتول موند، يعني ود ما دير لها بابليك داير ليها مثلا بريفي برايفت. الا كنت انا ما مديفينيش الكال حيتها كنترول اكس ومشيت جربت طلع ليا فاتال ايرور، مي هاد المره غيقول ليا كال تو برايفت ميثود، يعني هو هاد المره ما قالش انديفايند، قال لي ودي راه عيطي لواحد لا ميثود فلا كلاس بيرسون سميتها هلو ولكن سيت اون ميثود بريفي تو با لو دووا، ما عندكش الحق تعيطي ليها من برا ديال لا كلاس حيت الحاجه ملي تكون بريفي حد هاد الاكولات ديال السده ديال لا كلاس. فدابا الى عاود رجعت غوديفينيت اولا كتبت لا ميثود ماجيكال نشوفوا لو ميساج اللي غادي يطلع لينا. حنا دابا النوع ديال الخطا اللي قلنا عندنا هو اننا معيطين واحد الفانكشن واحد لا ميثود اللي فعلا كاينه في وسط لا كلاس ولكن للاسف ما عندهاش الحق تبان ولا تعيط لها خارج من لا كلاس، داير لها لو دووا ديالها في لونكابسولاسيون عطيتها بريفي. دونك غنعاودو نجربو دابا تاني غتلقى راسك انك معيط نفس لو ميساج اللي نتا حاطو في هنا. هنا دابا نقدر نجي نقول اني اكزيست با او بريفي باش زعما يجي الميساج يوضح كثر. فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا ميثود هادي كان، ولا فهمناه كي قلنا غتسهل علينا نفهمها ديال جميع لي ميثود الاخرين ماجيك، حيت خاصك تولي تقول غير هاد لا ميثود ماجيك اللي بغيت نتعلم ليها شنو سميتها كيفاش كتكتب شنو هما لي بارامتر او لا شطلق، يعني امتى غيتعيط ليها اوتوماتيك. بحال دابا هادي سميتها كان قلنا كتكون فيها السميه ديال لا ميثود مع لي بارامتر، هاد لي بارامتر مثلا انت جيتي هنا عيطي لشي حاجه فيها بارامتر هنا مثلا ديري ليه واحد ايت كي قلنا نقدروا نعطوا لو تيب تقدر تجي نيشان وتعطيه دولار ا بونجور ندير ليه كاع سترينغ تجي هنا بونجور وكتجيب ليه دولار ا هنايا الا درت ليه مثلا انايا خالد هي كون كان سبري بابليك واخا مديفيني انا كال كان خاصها تدوز عاديه يقول لي بونجور بلاتي نشوف علاش عطاني دولار ا ما عوضهاش فين هي هنايا اها ندير لي كونكاتيناسيون فوالا دونك قال لي بونجور خالد. في الحالات زعما ديال الامور غاديه مزيان اكو خا كديفيني كال ما غتعطيك حتى حاجه حيت ما وقعش الخطا، مي مثلا الا درت ليها بريفي عاود عيط غيقول لي راه عندك مشكل. واكثر من هذا نقدر حتى هنايا نجي الا بغيت انا من بعد نافيشي حتى هذوك لي بارامتر. دونك بالنسبه لي بارامتر حيت هما طابلو ما نديرش لهم ايكو غندير فاغ دامب، الا بغيت نبوكلي عليهم راه نبوكلي عليهم ونعيط هنايا لي بارامتر. هاد الحاله حنا عندنا بارامتر واحد خصو يطلع لينا فوالا دونك ها هو قال لي البارامتر اللي عندك هو عباره على الري فيه فالور وحده اللي هي خالد. انت دابا غير شفتي كيفاش كتوصل المعلومه ما اش غدير بها حقيقه ولا اش غتليق لك من بعد، هذا يعني الخدمه ديال شي بي بي. دونك هذا هو الخلاصه انا يعني خاصني نبدا نعرف لا ميثود ماجيك اللي بغيت نتعلم ليها شنو كيفاش كتكتب ولا اش تطلق يعني امتى كنعيطوا ليها.